جت اللجنه العرفيه كبرى، اي حد بقى يروح له ما بقاش يديله، انا ما فيش في ايدي حل، حل في الحكومه، انا مش قانون. ضابط المباحث نفسه دلوقتي هم خدوا حضرتكم خدت منهم الموبايل عشان يمسح الصور، يمسح الصور ما رضاش يمسحها، ما رضيش. دخل علينا سرقونا ضربوا غانم. حضرتك ادي المايك. طيب بعد كده هو عبد الرحمن عطا الله ماشي فوق منه، لما لقى العيال ماسكه المطاوي وهتعوره قام معوران غانم وقاموا داخلين سارقين التليفون من جوه وقاموا جاريين. تمام سرقوا التليفون من المدخل اللي احنا بنبيع فيه اللبن وهم جاريين، لانهم عارفين ان الدرج ده بيبقى فيه مثلا اي حاجه احنا بنحطها فيه. احنا علمنا عليهم وعورناهم في الحته كده ان التعويره جايه في رجله من ورا من فوق شويه. فالمهم خلاص احنا قضينا على كده، بس ان شاء الله ثانوي نخش كليتنا وتبقى حاجه كويسه، وهم احنا مالناش دعوه بهم، ربنا يسهل لهم. ده كان الكلام اللي بنقوله لعيالنا عشان احنا مش عايزين، مالناش في المشاكل، مش عايزين نتطور في المشاكل. ففاجئنا بقى بعد كده ان هم كل يوم التاني بقى انا بقى بقيت الشتم، غانم بقيت شتم عبده صبري، ده كله من عبده صبري. لدرجه ان هو في يوم قابلنا على البحر وقال لي ادبه وعورني ويعني تهجم عليا وحاجات زي كده، ونعمل برضه محاضر ومفيش فايده. يعني رغم انه في فلاحين ما راعاش ان ست لا بيتعدى على ست هنا لفظيا و لا 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 ولا راع اي حاجه ولا لهم في الكلام ده اساسا، هم ناس بلطجيه كده ولهم سباقات اساسا ولهم الحاق جنائيه، بيضربوا الناس وبيعوروا الناس، ووقت ما تيجي بقى عند القضاء بيروحوا يدفعوا فلوس وحاجات زي كده. لا طبعا ما ينفعش اللي جوه زي ده، طبعا دوله قضاءنا اصل القضاء صلى على النبي، اصل هو مش السلام. مش القضاء، هو انا دلوقتي عمل فيك محضر، ومجرد ما هيخش خلاص المحضر مثلا على القضاء بيقوموا هم يحاولوا يصالحوا اهل الناس اللي عوروهم. معلش ومش تمام يعني بيحاولوا اللي هو ايه معاهم فلوس فبيدفعوا يتصالحوا مع الاسر يعني كده. لا لا لكن القضاء بتاعنا قضاءنا زي جدا والحكومه بتاعتنا الحمد لله، المركز بتاعنا عامه رئيس المباحث ما استناش في جريمه القتل ده، وعمل كل يعني عمل كل ما بوسعه وما نامش الا وجابهم. هو بقى السيد اللي هو القطه دوت مجرد ما جه اللي هو السيد رجب دوت اللي هو اللي هو السيد رجب زغامير دوت اللي هو خالهم، ساعه ما جه اللي هو من السعوديه قام عاملين شكل بقى كبير، عملوا ايه؟ خلى محمد في الشارع رايح شغل طلبات، ضربوه وخدوا منه ده كل ده بشهود ومعاه هنا الوضع اللي قلت حضرتك عليه لما ضربوه، ضربوا محمد في الشارع وسرقوا منه التليفون. وفي الشارع التاني ده مجرد مع السيد جه تالت يوم السيد جه من السعوديه ماشي، ضربوا محمد في الشارع وسرقوه وخدوا منه التليفون. وبلقيت عبد الله جاي لي متبهدل وغرقان دم، وابراهيم جاي وش اصفر بيقول لي يا ماما ابراهيم ده نفس برضه الولد ده اليوم الجريمه نفسها. لا ده قبلها ب 50 ب 52 يوم ب 53 يوم جمعوا بعض ايه ده؟ قالت لي انتوا عائله نفرين انما احنا 100 بيت، ده احنا هنشيل لكم هنخلصكم. قلت لها القوا عليكم ربنا، يعني هما بيستبطروا نفسهم على حضرتك مستعفين نفسهم. ودرجه هي قالت لي عشان احنا كل يوم محضر، احنا عائله زغامير احنا ما بنسجلش، احنا بندفع فلوس وبنطلع منها. يعني ايه بتدفع فلوس وبتطلع منها؟ ما حضرتك نايم طبعا. طبعا الكلام ده ما ينفعش، ده قضاء كلام ما حصلش اساسا ماشي، لان احنا كان جاي لهم اساسا حكم قضائي، يا احنا يا جماعه قدموا احنا هنتنازل عنه ومالكوش دعوه بينا ومالناش دعوه بكم، احنا لحد دلوقتي ما اسالناش في حاجه، انتوا كل يوم التاني مبهدلين عيالي ومضربينهم. انا ليا محمد هنا هوريك، انا له تعبوره هنا شروع في قتل في الحته دي، انا كنت باهل محمد لشرطه شروع في قتل في الحته دي. خلاص ابني بقى يعيط يقول له انا كده مستقبلي راح يا ماما، انا كده مستقبلي راح. ابوه قال له خلاص يا حبيبي معلش الخير ده هيحصل لك. دي مره اللي اتصلت بيها غانم، هو بيحل عشان يجيب التليفون بتاع ابنه، اتصلت بيها غانم تعالى الحق، انا كنت بقول له خلاص يا عبد الله ادخل ما تقولش لحد. ببص لقيت ابني بطنه من هنا كده كلها دم، ابوه دخل فانا واقفه بقول له ابنك متعور، فواقف يقول لي انا هقول لابويا. فلما ابوه بيبص لقى الدم بيقول له انت هتقول لي ايه؟ هو انت لسه هتقول لي ده انت غرقان دم دمك بس؟ خده طلع يجري بقى على المستشفى، خيط له ايده وخيط له بطنه. كانوا دايما بيتعدوا بيتعدوا هما بقى يعني استضعفونا استقلونا. باشا انا حضرتك حضرت كذا مره صلح مع اخوالي ما رضوش، حاولوا كتير ان هم يعملوا يستفزونا حاجات كتيره، احنا مش زيهم وعمرنا ما هنبقى زيهم، احنا عمرنا ما هنبقى بلطجيه زيهم. ايوه احنا عيالنا متربيه، احنا عيالنا متربيه وعايزين نعلمهم طب ايه الغرض لو عايزين نسال سؤال، ايه الغرض من العمليات الاعتداءات المتكرره دي؟ عمليات الاعتداءات المتكرره ديت بصراحه انا ما اعرفش ده ايه ده، بس ايه ده غل اللي انا اعرفه بقى بالنسبه لنا احنا كده. لو حضرتك عد يعني معلش بالكلمه، اما يكون خال وانت حاطط ده في دماغك ان انت تموته كده، طب عشان ايه؟ قتلت غانم ليه؟ احنا جينا لك وقلنا لك يا عم الحاج احنا اللي تعالى نعمل قعده واللي عنده حق يحاسب عليه،
انت رفضت. ماشي قلنا لك اللي عنده حق يحاسب عليه، اللي عنده غلط يتحاسب عليه، انت رفضت وقلت هتمشي قانوني، طب موتته ليه؟ كرهت عليه وموتته ليه؟ المشكله كانت مع واحد، كانت مع واحد دخلته فيها كام عيلي عشان ايه؟ ما هوش الموضوع ان الولا صور الولا، لا في حاجه في دماغك، هي ايه؟ انا عايز اعرف وصلتنا لكده ليه؟ انت متخيل انت كده جبت كام عيله في الموضوع؟ اللي انا نفسي افهمه ايه اللي جاب في دماغك وانت عايز تموت غانم؟ غانم بينك وبينه ايه؟ لا كان ويس يعني هما كانوا تقصد كانوا مستقصدين غانم بنفسه ولا هما كانوا غانم بنفسه؟ غانم بنفسه ليه؟ مانيش عارف. مش معروض، معلش مش موضوع شويه لبن بيتاجر فيهم 50 كيلو، مش موضوع ان احنا في جيره او في يعني احنا ده قرايب، يعني المفروض ان ولاد عم امي. برغم المشاكل كنت بعدي ازيك يا خال، برغم المشاكل اللي حصل خلاص ان احنا بكره نصلح بعض ونصلح مفيش مشكله. يوم الجريمه، يوم الجريمه ايه اللي حصل؟ يوم الجريمه حضرتك انا كنت راجل سواق، كنت بالظبط جالي تليفون من ابن اخويا وانا عندي قاعده محمد نجيب. انا فجاه التليفون بيرن وانا واقف كنت بتغدى، التليفون بيرن فقلت اما اكل ارد، قلت لا ارد، ببص لقيت التليفون بيرن تاني وانت راضي. السلام عليكم، مين؟ انا عم عبدو، انت فين؟ قلت له انا في اسكندريه، ما تعرفش تجيلي دلوقتي؟ قلت له يا حبيبي انا قدامي، ده انا قدامي مش اقل من ده بثلاث اربع ساعات على ما اجي لك. في ايه؟ قال لي ما اعرفش، انت ابو صغامر هجم علينا وابويا مش عارف فين، برن عليه غير متاح، ارن على اخويا غير متاح، ارن على اخواتي التانيين ماليش لاقي حد، مش عارف اتواصل اخويا فين ولا ايه اللي حصل. شويه برن على اخواتي البنات، قال لي يا عبد اخت محمد دي، قالت لي عبده هم واقفين قدام البيت عندنا بس اللي مش عارفين نخرج ومش عارفين اخوك فين. فوصلت مع ناس صحابي يروحوا يشوفوا اخويا في المكان الواقع اللي هم قالوا فيها شكله، راحهم قال لك ده راح المستشفى. اتصلت على بنت اختي، ايه اللي حصل لخالك؟ قالت لي خال عبد خال غانم مات، خال غانم مات. تخيل بقى وانت ماشي بعربيه ويجي لك خبر وفاه اخوك. اللي حصل هناك مين اللي كان موجود هناك في المشكله؟ في المشكله؟ اه هم خمسه، السيد القط بين الشباب الناس اللي كانت واقفه والكاميرات اللي جابت. يعني المتهمين كانوا واحد في الوقت ده؟ المتهمين خمسه. خمسه؟ اه. كانوا جايين يعملوا مشكله ولا كان ولا قاعدين للمشكله؟ قاعدين للمشكله. الكاميرات اللي جابت وقالت انا ما افترضتش على حد الكاميرات، وباعترافاتهم في النيابه وبتصويرهم وهم بيموتوا. قاعدين متربسين ومراقبين مكان خط سيره وجايبينه في مكان ان هو ضلمه لغايه ما طفوا النور عشان يموتوه في الضلمه. ربنا عانه وخرج من الضلمه للنور. هو كان في الشارع؟ كان معدي؟ كان في الشارع، كان جاي من البلد جنب منين؟ كان جاي بلبن. وابنه راكب ورا منه ورا القسط. في وسط اللبن. كان راكب موتوسيكل او حاجه؟ راكب موتوسيكل. هم عارفين خط سيره؟ عارفينه ومراقبينه. بعدين مستنيين من قبلها بساعه. قول لنا بقى، هما كانوا واقفين عارفين خط سيره واقفين مستنينه، واقفين مستنينه، هو عدى بقى من الطريق بتاعه اللي هو بيعدي منه، عدى من الشارع اللي هو بيجي يروح بيجي منه. معظم الناس بتيجي منه، بس في الوقت اللي هم انقضوا عليه فيه كان في بعد المغرب بالظبط، بعد صلاه المغرب. بعد صلاه المغرب بنص ساعه كان في جنازه في البلد. ده غانم اللي هو ده غانم اللي هو وصل. ده غانم الله يرحمه. الله يرحمه. بشهادة الناس اللي معاه في شركة الكهرباء أطيب خلق الله، بشهادة الناس اللي في البلد، ما كانش أي بني آدم بيروح في الكهرباء اللي يشحن كاب كان بياخد الكارت ويطلع يشحنه له، ما حدش الحمد لله بفضل الله ألف حد بيروحش. كان هو وابنه؟ كان هو وابنه. ابنه طبعا عشان سنه صغير مش هينفع يطلع معانا، يقدر يكلمنا دلوقتي أو هو حكى لك إيه اللي حصل؟ وقفوه قالوا له إيه؟ حكى لي ما وقفوهوش، ده دخلوا فيه بالمكنة. معاهم موتوسيكل تاني؟ معاهم موتوسيكل تاني دخلوا فيه، واحد سايق وواحد راكب ورا منه معاه السكينه، ده اللي خلاه وقعوا عليه. واحد دخل فيه بالمكنه وقعه والتاني قام نازل بالسكينه ضرب. اللبن بقى كان موجود معاه ولا كان خلص؟ اللبن اصل اللبن ورا زي ما هو. وقع بقى اتكسر اتدلق في الارض. المكنه بقى كلها نامت، حتى المكنه لغايه النهارده ما خرجتش فيها خبطه بالسكينه. المكنه نفسها لسه ما خرجتش عشان لو اتطلبت في القضيه موجوده. طعنوه ازاي بقى؟ ايه اللي حصل؟ طعنوه ضرب بقى 21 طعنه وكلها طعنات غيرها. 21 طعنه. 21 طعنه. الكفار ما عملوش كده. الكفار نفسهم ما عملوش كده. 21 طعنه في بني ادم. الدم بقى اختلط، اختلط باللبن اللي كان موجود. الدم لما صفي خلاص ادى لهبوط في الدوره الدمويه والتنفسيه، مات. يعني سبب الوفاه هبوط حد في الدوره الدمويه والتنفسيه. بني ادم دمه صفى هيعيش ازاي؟ خلاص. سبب ايه؟ ما تقطعهم فين؟ سبب ايه؟ دمك. سو لما يكون جاي كده خارج الاكل عايش وكده ورايح لرزقه والناس كلها بتقول له خد بالك يا غانم الناس دي ناويه لك نيه وحشه، يقول لهم ازاي ده خلاني ازاي هيقولوا لي نيه وحشه؟ يا غانم خد بالك الناس ديت ناويين لك على نيه، ده السيد لما بيقولوا السيد لما يجي يسافر، السيد لما يجي يسافر يعني هيعملوا حاجه قبل ما يسافر، يقول لهم لا لا معاهم قدامهم ما يبقى ما يا جماعه ازاي انا ما عملتش فيهم حاجه عشان يعملوا فيها حاجه، بكره مش
حن وهيبقى فصل. كنت فين لما قالوا لك؟ انا كنت في البيت. انا في البيت مره واحده لقيت ابراهيم دخل عليا الحق يا ماما بيقطع ابويا وبيموته. لسه جاية بخرج بقول له في ايه ازاي الكلام ده انت بتقول ايه؟ بقول لابويا بيقطعه ابويا بيموته ابويا بيموت بيموت ابويا مش بيموت. على على بعد قد ايه؟ شارع شارع قريب من البيت. بعدها كده بفتره يعني حاجه مثلا جري كده في الجري كده 5 دقايق. ماشي. ابراهيم بقى على بال ملف اللفه وجالنا لان ابراهيم ما جاش من نفس الشارع ده. هو ابراهيم بقى طلع يجري عادي يقول اجري يا ابراهيم على بال ما جه لف لفه كبيره. كان هم بقى كانوا شالوه راح المستشفى. انا جيت اجري علشان اروح اشوف في ايه. وابني خرج لقيت ابني جاي بيجري بيقول لي الحق يا ماما. ابني لسه بيفتح الباب وخارج. احنا لقينا الناس دول جايين علينا بالسكاكين كمان. دخلنا جري وقفلنا الباب لقينا الجيران بيقولوا اقفلوا الباب اوعوا تخرجوا اقفلوا الباب اوعوا تخرجوا. دخلت بقى ابلغ النيابه ابلغ النكده فبقول له ابراهيم هو ابوك فين؟ قال لي ابويا يا ماما والله كان بيموتوا فيه كده اهو مش بيضربوا بالراحه يا ماما ده بيضربوا بغل كده اهو. ابويا يا ماما مش عارف ابويا في ايه. قعدت اهدف الولا على بال ما اتصلنا بالنكده على بال ما جيت اجري بقى على بال ما نشوف عايزه اوصل لجوزي. كل ما افتح الباب وطلعت ابص من البلكونه لقيتهم محوطين البيت. عندك فيديو الحريم والرجاله والعيال كلهم ماسكين شوم وسكتين. يعني عايزه تقولي ان هم كانوا موزعين نفسهم فرق فرقه؟ لا 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 ده انا هقول لك لحضرتك اهو. هم عمل حسابهم ان هم يموتوا غانم في الشارع الصغير دول. ماشي. اللي مفيش فيه كاميرات في الضلمه ويخرجوا ويروحوا يسافروا لانهم ممكن يجهزوا الشنط. طب انت بتقولي هم هجموا عليكم تاني جوه؟ هقول لك اهو هم قاعدين بقى الحريم بقى مستنيين. قال لك ايه هم بقى اخواته ساعه ما عرفوا ان هو بيتضرب هيخرجوا يهجموا يعملوا ويعملوا بقى شكله وكلام فاضي من كريم ربنا بقى ان اخوات غانم كانوا في الغيط اصلا ساعتها. ماشي. وده كان في شغله واخد تاني كان نايم تعبان اساسا من صبع وكان عامل عمليه في صبع وكان نايم اساسا تعبان اخو كبير. وانا واولادي في البيت مجرد ما جالنا الخبر جينا نخرج لانهم جايين علينا الحريم جاي علينا كده ورجاله كمان واللي هو الشيخ صبري هو واخته جايين من وسط البلد من وسط البلد مسافه عشان يجي ينفذوا جريمتهم فينا. المهم احنا كريم ربنا علينا قفلنا وقعدنا نتصل بالنجده وعلى بال ما الناس ما جت والنجده جت جينا نخرج. كان هو طبعا غانم كان في المستشفى وكان توفاه الله. طب هو متوفاه الله من ساعه ما من هو قاعد ورايح المستشفى متوفي رايح المستشفى متوفي مكانه. حضراتكم بتطالبوا بايه؟ بالقصاص. انا عندي يقين ان احنا زي ما ربنا قال ولكم في الحياه قصاص يقول الالباب. انا مش عايز حق اخويا غير القصاص. لو ادوني ملايين الدنيا في دم اخويا مش عايز. القصاص غير القصاص مش عايز. بيهددونا لحد دلوقتي ان ما كنتوش هتتنازلوا احنا هنموت لك بقيه عيالك اللي هو الهارب دوت اعدام باعدامه. هم المتهمين 5 مقبوض عليهم 4. في متهم هارب في واحد طارق الصباح هارب اخو مصطفى الصباح يعني اثنين اخوات يعني واحده ست ام كده مربيه عيالها عشان تمشيهم في البلطجه ما خافتش على عيالها. انت طب انت ليه كده وهي جايه برضه في الفيديو بتشد برضه عصايه عشان تخرج تساعد في موت غانم. بتجري كده ساعه ما عرفت ان هم راحوا يجروا يموتوا غانم كانت خارجه تجري تساعد هي كمان في موت غانم. تمام. دلوقتي انا بطالب بالقصاص. القضاء المصري بتاعنا قضاء عادي. القاضي بتاعنا قاضي ربنا كرمه لانه جنده من جنود ربنا. يا سياده القاضي انت جنده من جنود ربنا في الارض. ربنا جعلك جند من جنوده في الارض. اتحقق العدل بتاع ربنا في الارض. الناس دي زي ما موتت جوزي ويتمت عيالي وانا اترممت لازم الناس دي تاخد اعدام. لازم المجرم ياخد جزاء. قضاءنا عدل رحيم طبعا وان شاء الله حكمه مرضي باذن طبعًا. الله طبعا انا واثقه في قضاءنا. اي كلام هم بقى يقولوه انا ماليش دعوه بيه. هما بقى بيتكلموا بقى ويقولوا احنا هنقدر نطلعهم بفلوسنا واحنا هنعمل يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. لكن انا واثقه في القضاء بتاعنا واثقه في الحكومه بتاعتنا لان المباحث بتاعتنا ما نمتش الا لما جابتهم. هم كانوا مسافرين السيد دون رئيس المباحث جابه من نص السكه كده بالعربيه كده وهو رايح على المطار. يعني قتل غانم واخد بعضه وماشي قبض على السواق وقبض على العربيه وما باتلوش ليله الا ما كانوا جايبينه وعرفوا مكانه هما والثلاثه التانيين. لسه واحد بس هو اللي هارب. دول بقى بيقول لك ايه احنا عينينه مش هيبان له دبان الا ما نشوف الحكم كده عشان ان كان كده نخلص لك على بقيه عيالك ان ما كنتش هتعمل الصح. طبعا دوله قانون دولة عدل طبعاً. دولة فيها قبضة أمنية ما فيش الكلام ده طبعا ما فيش قلق. متابعينا متابعي قلنا وشوف في كل مكان القضية دي كانت تفاصيل القضية اللي راح ضحيتها المغدور به بائع اللبن غانم غانم شحات محمد عبد العاطف
غانم الشحات تعدوا على اولاده وقتلوه. كانت لسان حال الاسره من الست السيده المكلومه والده او زوجه المجني عليه ووالده ضحايا العائله المفتريه في منطقه او في مدينه المنصوره بمحافظه الدهليه تطالب بالقصاص. وعلى يمينها وعلى منها شقيق المجنى عليه لسان حاله بيردد القصاص من المتهمين اللي قتلوا اخويا. متابعينا شكرا لحضراتكم.